أحدثت وزارة التربية المنصة التعليمية عبر الإنترنت خطوة نحو تفعيل التعليم عن بعد أونلاين. طبعا رح نتعرف على هالتجربة التعليمية واستمرار المعلم بأدائه لدوره عبر المنصة. هذا الشيء رح يعرفنا عليه ضيفنا الأستاذ عبد القادر عموري، رئيس شعبة التوجيه التربوي بمديرية ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير أستاذ. صباحكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، كل عام ووطننا وقائدنا بألف ألف خير. أهلا وسهلا. صباحك واهلا وسهلا فيك وينعاد عليك بكل الخير يا رب. ان شاء الله علينا وعلى معلمينا وعلى وطننا الحبيب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا. اليوم استاذ مثل ما تابعنا مع زميلتنا سالي في اجراءات متخذه لمواجهه فيروس كورونا، مو بس في ارهاب ومواجهه لكل العمليات والاستهدافات الارهابيه، ايضا اليوم في ظروف استثنائيه، والمنصات التربويه التعليميه كانت احد الاسلحه لمواجهه هي الظروف. خبرنا عن جهود المدرس ان كان في المنصات التربويه التعليمية. صراحة أول شيء بحب رحب فيكم بالغوطة الشرقية بريف دمشق، هذه الواحة الخضراء اللي حرر الجيش العربي السوري. نحن من خلال لقائنا اليوم، طبعا من خلال قناتكم، بحب وجه رسالة شكر ومحبة لزملائنا المعلمين فعلا اللي كانوا جنود حقيقيين أثناء فترة الحصار اللي كانت موجودة، لأنه كان المعلم بتلك الفترة عم يطبق المناهج السورية ضمن كل الظروف اللي كان عم يمر فيها من حصار وضغط وإرهاب. لذلك عندما حررت هذه المنطقة، أول هدف كان لوزارة التربية هو تفعيل المدارس. لذلك أوجه بطاقة شكر لكل زملائنا المعلمين. من الخطوات التي كانت تقوم بها وزارة التربية دائما مع في التعامل مع المناطق المحاصرة هي التعلم عن بعد أو إيصال المنهاج السوري إلى كل فرد، لأننا كنا واثقين تمام الثقة بأن هذه المناطق ستعود إلى حضن الوطن في يوم من الأيام. ومن هذه الأساليب كان هنالك إطلاق المنصة التربوية في العام 2018 بمركز تطوير المناهج. كانت هذه الخطوة من أجل أن يكون هذا التعلم عن بعد أحد أشكال التعلم البديل. هنالك ثلاث منصات تربوية حاليا موجودة في الجمهورية العربية السورية، هي منصة دمشق التربوية، المنصة السورية لتعليم المبكر، والمنصة التربوية السورية. إذا أردنا أن نتحدث عن عمل هذه المنصات، يوجد لدينا منصة التربوية لتعليم المبكر أو لتعليم الطفولة ما قبل الدخول إلى المدرسة. تستهدف هذه المنصة الأطفال قبل دخولهم إلى المدرسة من خلال خبراء معنيين يقومون بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال في سن ما قبل المدرسة. وهنالك المنصة التربوية السورية. المنصة التربوية السورية تعنى بالأطفال من الصف الأول حتى الصف الثالث الثانوي. ويوجد لدينا المنصة دمشق التربوية، هي المنصة الرائدة على مستوى العالم التي تعنى بأن يكون المتعلم هو محور العملية التعليمية. إذن نستطيع القول بأن دمشق كانت من الدول السباقة في العالم لأن يقوم الأطفال هم بتقديم الدروس النموذجية على زملائهم بإشراف المدرسين والاختصاصيين. نعم، يعني مثل ما حكيت استاذ عبد القادر، المنصه شملت كثير من الفئات العمريه. خلينا نحكي بشكل اكبر خلال فتره كورونا كيف تم تفعيلها وقديش كان الداعم لكل الطلاب بمختلف الفئات العمريه، نحكي شوي بالتفصيل اكثر. تماما، نحن نعلم عزيزتي بان وزاره التربيه كانت تطلق البرامج التعليميه في مرحله من المراحل لاهلنا في الجولان المحتل، حيث كانت تقدم هذه البرامج لطلاب الشهاده الاعداديه والثانويه من اجل ان يقوموا بتقديم الامتحانات على ارض الجمهوريه العربيه السوريه. ولكن الظروف فيما بعد وحدوث جائحه كورونا واجتياحها للعالم جعل هنالك فقدان للطالب وبعد بين الطالب والمدرسة بسبب الحجر الصحي الذي كان قد فرض سابقا، وكان على وزارة التربية أن تقوم بتعويض الفاقد التعليمي. من ضمن الخطط المطروحة هي فكرة المنصة التربوية. المنصة التربوية تقوم ببث
برامج تعليمية ضمن دروس نموذجية، أيضا هنالك جلسات امتحانية، ويوجد أيضا لدينا بالإضافة إلى الجلسات الامتحانية ندوات تربوية، حيث بلغ عدد الجلسات الامتحانية ما يقارب 1793 جلسة ودرس قدمت عبر المنصات التربوية بإشراف مدرسين اختصاصيين على هؤلاء الأطفال. نعم، اليوم شو هي يمكن أهم المسؤوليات اللي بتشوفها حضرتك أنه يمكن تواجه المدرسين وأعباء زائدة يمكن ما كانت موجودة واليوم عم يكون العبء أكثر والمسؤولية مضاعفة؟ طبعا هنا اليوم زميلنا المعلم ضمن الظروف المتاحة وخاصة في المناطق نستطيع أن نقول المحررة، يوجد ضعف في تأمين بعض الاستراتيجيات ووسائل التكنولوجيا التي يتطلبها التعليم المتفاعل الذي يعتمد على أن يكون المتعلم هو محور العمل والطرق التفاعلية. لذلك نستطيع القول بأن بعض البدائل التي أوجدتها وزارة التربية ومنها هذه المنصة، البعض يعتقد بأن المنصات التربوية فقط تعتمد على وجود الإنترنت، علما أن وزارة التربية ووزارة الاتصالات مشكورين هنالك باقات مجانية من أجل الدخول إلى المنصات التربوية، إضافة إلى أنه يمكن تخزين هذه الدروس التي تقدم على شرائح تخزين متعددة من أجل العودة إليها فيما بعد. وأيضا يوجد تفاعل لهؤلاء الطلاب مع هؤلاء المعلمين على مدار 12 ساعة متواصلة للإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات التي قد تخطر ببال المتعلم إذا كان يحضر الدرس ولم تخطر في باله في هذا الوقت. لذلك اليوم يقع على كاهل زميلنا المعلم التخطيط الجيد والتحضير الجيد من أجل التواصل، وهنالك تواصل تقريبا من مدينة دمشق ومدينة محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق بإرفاد المنصة يوميا بزملاء معلمين يقومون بتحضير وإعطاء الدروس من خلال هذه المنصات التربوية. أكيد نقول لهم يعطيهم ألف عافية على هي الجهود الجبارة مثل ما عم نقول، والفكرة كثير حلوة إن إحنا ما لنا بحاجة إنه دائما يكون الانترنت متوفر رغم الباقات المتوفرة موجودة. تخزين الدروس كمان هو موجود وبيتيح لكل الطلاب إعادة هيئة الدروس ويقدروا فعلا أنه يعوضوا الفاقد التعليمي اللي تمام. راح عليهم. نشكرك كل الشكر إلى أهلا وسهلا فيكم، وأنا برجع بشكركم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. شكرا لك وشكرا لكل طبعا المعلمين اللي كانوا رغم كل الظروف متواجدين، سواء طبعا تحدوا الإرهاب تحدوا جائحة كورونا وكانوا قد المسؤولية. شكرا أهلا وسهلا فيكم، شكرا لحضراتكم، شكرا لكم.